أطباقه المميزة وأكلاته ليست وحدها من جلبت له الشهرة، بل موهبته في رسم ونحت وجوه الفنانين والمشاهير كانت هي الأخرى من أحد عوامل نجاحه وشهرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتيك توك أيضا والإنستغرام. شاب يدعى الأمين نبيل مرعي، انتشرت له الكثير من المقاطع المصورة بين الناشطين وهو يقوم برسم ونحت وجوه الفنانين العرب والعراقيين، بينهم الفنان ياس خضر وحاتم العراقي، الفنان كاظم الساهر، رحمة رياض، هيثم يوسف، والنجمة العربية فيروز أيضا وأم كلثوم. رسمهم جميعا على الباذنجان كما ظهر في لقطات الفيديو التي تشاهدونها الآن من خلفي، وهو يرسم أيضا على البطيخ والبطيخ الأحمر الرقي. هناك فيديوهات كثيرة رائجة لهذا الفنان وهو يرسم وجوه الفنانين بهذه الطريقة المختلفة. لنشاهد. الفنان جسد المعنى الحقيقي للتذوق الفني كما شاهدنا. الأمين نبيل وهو اسم هذا الفنان يعمل شيف ويتابعه عدد كبير من المتابعين لهذه المقاطع التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ويشارك تلك المقاطع مع الأصدقاء والمحبين في السوشيال ميديا. وما يزيد التفاعل معه هو أنه يلبي ما يطلب منه من المتابعين. فأما يرسم الفنان المفضل بالنسبة لهم للمتابعين أو ينحت وجه الشخص الذي يطلب منه من المتابعين طبعا، ويرسمها بهذه الطريقة التي شاهدناها المختلفة أيضا. إذن الباذنجان والبطيخ والبطيخ الأحمر هي الأدوات أو هي بمثابة المكان الذي يرسم عليه الشخصيات المختارة. هناك ردود أفعال وتعليقات وكومنتات كثيرة اخترناها لكم أيضا، وسنبدأ من تعليق لصباح المعمور الذي يقول في تعليقه: مبدع وعنده ذوق بالرسم مو بس بالطبخ. الله يوفقك حبيبي ويفتحها بوجهك ويرزقك، لأنه اللي جاي تسويه مو بس للأكل، حتى يخلي مشروعك ناجح وهي الأشياء اللي ترفع الراس. ندعمك وبقوة. تعليق آخر من عراقية: إذا انخلط الإبداع مع الموهبة فتكون النتيجة شيف نبيل مرعي، روعة شيفنا. تعليق آخر من أبو أيهم: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله مو حرام عليك جاي تتفنن بنعمته وترسم وتنحت، عبالك عندك عملية جراحية وبالأخير
تنكب النعمة، ليش هيك تتبطر عود هاي؟ انت شيف، الحمد لله على زينة العقل. تعليق آخر من نور تقول: الباذنجان سأخبر الله بكل شيء. تعليق من أيسر سعد: والله هو مال مبدع مبدع وشاطر شاطر برسمته، ورسمته رائعة، بس خوش مشروع ناجح تدرون، وبيها خوش فلوس للي يعرف يسوقها عدل. فخلي نسوي تبسي مال الفنانين ونشوف، واستمر، احنا كلنا من داعميك. بعد قصة الفنان الذي يرسم وجوه الفنانين على الباذنجان.